طيب معانا رسالة. أنا بنت مواليد برج القوس 16/12 وحياتي متدمرة. دي حقيقة، لأن هي آخر 16/12، آخر 10 أيام في القوس تاخد من الجدي. فالفترة اللي فاتت القوس والجدي كانت الدنيا عندهم مش حلوة خالص. بس لسه ما زلت بقول لها إن الفترة دي ما تاخدش قرارات، لأن هي برضو قوس أكتر، ما تاخدش قرارات، لأن برج القوس الفترة ديت بقاله فترة، هو السنة كلها بصراحة الدنيا عندهم مش لطيفة، ما بيلحقوش يفرحوا. فأقول لها يعني بلاش تاخد قرارات، تتعامل عادي جدا في الأمور اللي هي العادية، لأن القوس والجدي الفترة الجاية أو يمكن الجدي سابقها سابق القوس شوية، عندهم تغيير حياة، خروج من مرحلة زمنية لمرحلة تانية خالص. عندهم حياة جديدة في كل حاجة حواليهم. فبقول لها طب هي استني حياتها شوية. يعني هي بتقول انها حياتها متدمرة دي حقيقة، يعني لأن عارفة لما كل حاجة بتقفل، اللي هو عمليا وعاطفيا، ومفيش حاجة عايزة تتحرك شوية أو تمشي شوية تفرحها. يعني ساعات مثلا لما بتكون مثلا عاطفيا الدنيا عندك مش لطيفة، وعمليا الدنيا ماشية كويسة، فبتفرحي، بتلاقي جنب بيفرحك. صح. هي كل الأجواء عندها مش حلوة خالص. بس أنا بقول لها لما يحصل كده دايما، لما الدنيا تقفل قوي عند بنت أو عند ولد، يغيروا هم تفكيرهم، لأن غالبا بيبقى بنسبة 80% العيب فيهم هم، ان هم واقفين في نفس المكان بنفس الفكر بنفس الصحاب. لازم يغيروا حاجه حواليهم، يا اما فكرهم يا اما الناس اللي حواليهم. اسهل حاجه تقدروا يغيروها هو فكر، أو الزاوية اللي بيشوفوا بيها عامة ما هو الأمور. الزاويه هو الفكر. يعني الزاويه، يعني الزاويه اللي انا شايفه فيها من وجهه نظري هي نفس، هي هو تفكيري انا. بالظبط. فانا شايفه ان هم لما يفكروا في حاجه يعملوا عكسها.